أنا عايز أسأل حضراتكم سؤال ونتكلم فيه مع بعض. المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي هو منتخب مصر الأولمبي. طيب. يا رب المباراة تتلعب يوم 15 ويتوافق عليها، لأنه في النهاية هتحل حاجات كتيرة جدا، ولكن المنتخب الأولمبي هو منتخب مصر الأولمبي. طيب، هو النادي الأهلي رايح يلعب النهائي باسم بلد تانية؟ مثلا يعني؟ النادي الأهلي راح يلعب النهائي يوم 17، خلينا نتكلم على يوم 17 زي ما هو، يوم 17 في المغرب باسم مصر، ممثلا لمصر في نهائي دوري الأبطال، مش رايح يلعب باسم بلد تانية. الناس اللي دايما عمالة تخش في هذا الاتجاه، من فضل حضراتكم ما تبعدوا عن النادي الأهلي، سيبوا النادي الأهلي يفكر كيفما شاء، لأن دايما النادي الأهلي بيعلي المصلحة، مصلحة بلده الأول قبل أي شيء. وبالتالي النادي الأهلي منتخب مصر الأولمبي هو لازم طبعا، أو يعني طبعا هو بيمثل مصر، أما النادي الأهلي أيضا وطبعا بيمثل مصر في دوري الأبطال. دي مهمة وطنية ودي مهمة وطنية. النادي الأهلي بيعلي رأس مصر في البطولات النهائية وفي دوري أبطال إفريقيا. لو كان نادي تاني كنا هنقول هذا الكلام برضو. ليه حضرتك دايما عايز تعمل مشكلة؟ سيب الناس تحل المشكلة، لسه قدامنا وقت الناس تحل المشكلة. مش ممكن المشكلة دي كلها تتحل ويبقى المباراة يوم 15؟ حضرتك دايما، بعض من لا يشجع الأهلي طبعا، حضرتك دايما عايز تحط مشكلة قدام النادي الأهلي، تبين للناس. لا، النادي الأهلي بيمثل مصر وأمامه مهمة وطنية كبيرة جدا إن شاء الله يوم 17، ومنتخب مصر الأولمبي أمامه مهمة وطنية كبيرة جدا في اليابان. هو ده اللي نتكلم فيه، كيفية التوافق وإيه اللي يحصل. لكن مش ده ما مش عارف إيه وده إيه وإحنا ما يهمناش، لا طبعا الكلام ده مش كلام طبيعي ولا كلام مظبوط ولا يصدر من حد. المفروض ان هو ما يصدرش من اي حد، لانه الكلام الطبيعي ان الاهلي بيمثل مصر وطبعا منتخبنا الاولمبي بيمثل مصر. احنا عندنا ماتش يوم واحد اللي هو يوم الخميس اللي قادم مع بيراميدز، بعد كده يوم 4، بعد كده يوم 7، وبعد كده يوم 11. وبالمناسبه ده كلام انا اللي بقوله، انا اللي مسؤول عنه. الماتش يوم 17، انا هتكلم دلوقتي ان الماتش يوم 17، ماتش النهائي دوري الابطال ضد كايزر تشيفز يوم 17. هو انا ليه، انا لو انا رئيس اللجنه الثلاثيه اللي تدير اتحاد كره القدم هعمل ايه؟ هقول له يا اهلي حضرتك بتمثل مصر، خد وقتك، هاجل لك ماتش يوم 11، مش عايزك تلعب يا اخي يوم 11، وروح اكسب لي يوم 17 وهات لي البطوله الافريقيه، لان حضرتك بتمثل مصر. وجهه نظري بعيدا عن اي شيء انا اللي بتكلم عنها، ما اجل ماتش يوم 11، هو هيفرق ايه ان انا اجل ماتش 11؟ يعني اخليه بعد يوم 17، بعد كده يحلها الف حلال ونظبط الدنيا. ما انت كده كده ضاغط 1 و4 و7، ما انت كده كده ضاغط، اضغط بعد يوم 17 تاني. وعلى فكره انا اللي بقول الكلام ده، يعني انا بفكر هو انا ليه العب يوم 11؟ ليه؟ ايه اللي يخليني العب يوم 11؟ انا عندي مباراه يوم 17، قبلها بست ايام ان انا العب مباراه في الدوري. حضراتكم شفتوا الراحه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، عملت ايه وخلت النادي الاهلي ومستوى النادي الاهلي يروح لغايه فين؟ فتفكير انا لو من اتحاد كره القدم اقول لوحدي من غير اي حاجه ومن غير طلبات من النادي الاهلي ولا حاجه، اروح اقول يا جماعه النادي الاهلي بيمثل مصر، وبالتالي احنا هناجل له مباراه يوم 11 وخليه يعني خليه براحته لغايه يوم 17. المهم ان شاء الله ربنا يكرمه وكلنا نقف في ظهر النادي الاهلي علشان يكسب البطوله الافريقيه ويبقى خير ممثل لبلدنا الكبير. ما اعرفش ده تفكيري، واتمنى ان هو يحصل.